أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نبض اللجان. ضيفنا لهذا الأسبوع عضو مجلس الأمة النائب عادل الدمخي، عضو لجنة الميزانيات وأيضا الأولويات وحقوق الإنسان والمرأة ولجنة التحقيق بالأمطار. حياك الله ويانا أبو عبد الرحمن. الله يحييك أسلمك. راح نبدأ الحوار إن شاء الله ولكن بعد مشاهدة حصاد اللجان البرلمانية. مشاهدينا الكرام لنتابع معا حصاد اللجان البرلمانية ومن ثم نبدأ الحوار. من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وجدد الترحيب بضيفي وضيفكم عضو مجلس الأمة النائب عادل الدمخي. أبو عبد الرحمن، البداية مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أنت عضو في هذه اللجنة، شنو أبرز الملاحظات والمخالفات اللي تكرر عند الجهات الحكومية عند المناقشة، مناقشة ميزانياتها وحساباتها، شنو أكثر الملاحظات اللي شفتوها؟ يعني هو أكثر شيء مثلا تجد ضعف مكاتب التدقيق الداخلي التابعة لأعلى سلطة في الجهة. نعم. ما تجد يعني تفعيل مثل هذه المكاتب، تجد مثلا تكرار المخالفات، يعني تتكرر. في بعض المخالفات تجدها مكررة بنفس طريقتها بنفس طريقتها مثل مخالفات العهد، يعني هذه من المخالفات في بعض الجهات تجدها تتكرر، يعني تجد بعض المخالفات في العقود متكررة في بعض الجهات، يعني حتى لو يتغير الوزير لكن تجد نفس المخالفة تتكرر. من المخالفات اللي دائما نرصدها عدم الربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية، خاصة في وزارات مثل الدفاع، مثل الصحة، مثل التربية، يعني اللي لها ملاحق خارجية ما في ربط إلكتروني ما في ربط إلكتروني وهذا يسبب للأسف يعني هدر في الأموال العامة، ويسبب ما نجده في حساب العهد وغيره. هناك يعني مخالفات الحقيقة أصدرها ديوان المحاسبة في المخالفات على الجهات عموما. يعني أضرب لك مثال على مخالفة مهمة جدا، واليوم ديوان المحاسبة عمل عليها مثل استبيان، مثل تجربة. نعم. وهي استعداد الوزارات والجهات التابعة للدولة في نظام المعلومات الإلكتروني لو تعرضت لحادث، تدري اليوم قد يحدث حريق، قد يحدث هكرز تتسلط على. للأسف وجد ديوان المحاسبة مثلا أكثر هذه الجهات ما عندها استعداد واحتياط لمثل هذه الأمور. معقولة يعني خاصة يعني ممكن يكون خاصة في جهات مؤثرة في الدولة، يعني معلوماتها حساسة أمنية وحساسة وكذا، تجد الأداء فيها والحفظ للمعلومات ضعيف، يعني تقييمه ضعيف يعني. وهذا تعتبر ملاحظة من ديوان المحاسبة؟ طبعا طبعا، هذا دور ديوان المحاسبة الرقابي، وهذه تدري لها أثار مالية ضخمة على الدولة اللي يجب أن يستعد لمثل هذا الأمر. اليوم يعني الأجهزة الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة، المراقبين الماليين، ديوان الخدمة المدنية، كل هذه الجهات مع لجنة الميزانيات والمكتب الفني المشكور حقيقة في شباب لازم نوجه لهم الشكر دائما، من يعني سواء يعني رجال وإناث، وهم فعلا يعني قدر هذه المسؤولية ودائما يزودوننا بتقارير فنية مؤثرة وفيها أبرز هذه المخالفات على كل يعني جهة. نعم. ففي يعني الحقيقة جانب الميزانيات يعني أو لجنة الميزانيات هي الكاشفة للأخطاء المالية في الدولة. طيب شلون تعاملوا مع عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية، وشلون يعني تلزمونهم أو تخلونهم يؤدون دورهم الرقابي اللي هي الجهات الرقابية؟ طبعا احنا أي مخالفة نأكد عليها. طيب. ونأكد ماذا تحتاج، هل تحتاج مثلا هذه المخالفة إلى محاكمة تأديبية في ديوان المحاسبة مثلا، هل تحتاج تتحول إلى نزاهة والمكافحة الفساد، هل تحتاج تحويل للنيابة، فمثل يعني تعرفون كلكم بند الضيافة، بند الضيافة خرج من لجنة الميزانيات. ميزانيات. فلما شفنا مخالفات معينة داخل وزارة الداخلية بدأ التحقيق فيها، تكليف وزارة الداخلية، تكليف ديوان المحاسبة مع متابعة المكتب الفني،
وبعد ذلك تطور الأمر وطلبنا بعد صدور التقرير اللي بيّن كل المخالفات في هذا البند انتقلنا إلى مجلس الأمة وطلبنا النقاش داخل مجلس الأمة، وكان هناك إصرار على التحويل للنيابة، وفعلا نجحنا الحمد لله عز وجل. اليوم الكويت كلها قاعد تشهد يعني العمل اللي بدأ من لجنة الميزانيات، ومع باقي المخالفات نتجه نفس الاتجاه. احنا في النهاية كلجنة ميزانيات ندعم الجهات الرقابية وندعم كذلك الجهات الحكومية تنسيق ما بينها وكذا، حتى تمشي الأمور على يعني في المجرى الصحيح. نعم. وبالنسبة للجنة الأولويات، مثل ما نعرف الحكومة قدمت أولوياتها للجنة، هل هناك تنسيق من الجانب الحكومي بالنسبة للأولويات بشكل عام؟ لجنة الأولويات يعني اليوم أنا جديد عليها، أنا مقررها في هذه اللجنة. لجنة الأولويات يعني تجتمع كل أسبوع مرة، وهي تنظر في أولويات الحكومة وأولويات المجلس. نعم. وتحاول تجمع بينهم، تحاول هي يعني تمرر المتفق عليه ويكون معروض في الجلسة، وما في خلاف تحاول يعني تحسم مثل هذه الخلافات. تراسل اللجان ما هي أولوياتها، تراسل الأعضاء ما هي أولوياتها. يعني احنا كأعضاء مجموعة قدمنا بعض الأولويات للجنة. نعم. مثل قانون تعيين القياديين، قانون مكافحة الأزمات، وفي أثناء الكلام على أزمة الأمطار في المجلس قلنا أن يعني وصينا بأن يكون خلال شهرين قرار تعيين القياديين وقرار كذلك قانون مكافحة أو قانون الأزمات والكوارث. نعم. فهذا يعني من الأشياء اللي تهتم فيها لجنة الأولويات. وشنو المقترحات والقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة؟ يعني هي أول شيء جبنا أولويات الحكومة، أولويات الأعضاء، نناقش احنا سير الجلسة، ما يعرض داخل الجلسة طبعا مع الجهات الحكومية. في يعني الالتزام بهذه الأولويات، يعني الأمور ماشية تمام بالنسبة يعني في النهاية القرار راح يروح لمكتب المجلس. مكتب المجلس احنا نرفع يرفعون مسودة هذا يعني جدول أعمال الجلسة، ويقرر مكتب المجلس، وبالتالي يروح مكتب المجلس. نعم. وبالنسبة لي طبعا رئيس لجنة الأولويات وعضو في مكتب المجلس. نعم. هل يتم التنسيق مع اللجان والأعضاء بالنسبة لأولوياتهم وترتيبها بالجلسات بشكل دوري يعني، ولا بداية دور انعقاد؟ لا يعني هي في بداية دور الانعقاد وتأخذ مدة يعني طلبات الأعضاء يعني وطلبات اللجان. يمكن الحين احنا صار لنا شهر تقريبا أكثر من دور الانعقاد، ونتلقى لحد الآن الطلبات. يعني المجال مفتوح ليس مغلق في يعني لجنة الأولويات. نعم. وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان والمرأة، ناقشت في هذه اللجنة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، شنو سالفة تأخر اللائحة التنفيذية إلى الآن؟ يعني ما الديوان الوطني لحقوق الإنسان كان فضل الله سبحانه وتعالى ثم لجنة حقوق الإنسان في إصدار وإنشاء يعني تفعيل القانون، ما نقول إنشاء، هو القانون من 2015 لكن للأسف. نعم. لم يفعل، وما فعل إلا بعد أن ألغيت المادة اللي تنص على أن الرئيس ونائب الرئيس لابد أن يعرض على المجلس. على المجلس. بعد ذلك يعني فعل الديوان الوطني واختير. طبعا احنا حطينا بعد شرط أن في أثناء النقاش هذه القضية أن لابد يكون 3 سنوات لخبرة محلية وخارجية دولية. يعني فعل الديوان، لكن للأسف الديوان لم يعني يأخذ استقلاليته الكاملة. هذا اللي نراه. وبعد اجتماعنا مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الديوان الوطني قانونه مستقل من داخله، يعني ديوان مستقل قانونه. يمكن المشكلة الكبرى كانت في هذا القانون كديوان وطني، وكذلك ارتباطه بمبادئ باريس اللي هي عن لجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول.
يشترط أن يكون مستقل، ما يعين من مجلس الوزراء. نعم، اللي هو الحكومة. فيمكن هنا الكويت القانون كان عنده فيه تحديدات في القانون، لكن كقانون مستقل أعضاء رئيسه ونائبه وأعضاء هم اللي يحطون لائحة التنفيذية، هم اللي يعينون الأمين العام، هم كل شيء بعد ذلك. لكن الملاحظ لحد الآن ومن خلال برنامجكم نوجه هذه الرسالة للوزير المختص المشرف على هذا الديوان أن يكون هذا الديوان مستقل تماما، لا يتدخل في أي أحد في سواء في إقرار لائحة التنفيذية أو في يعني تعيين النائب العام والموظفين من خلال الديوان. وسبب التأخير في اللائحة التنفيذية؟ هذا هو قلت لك، سبب التأخير هو تداخل ما بين يعني الحكومة والديوان. والديوان نفسه. إيه، المفروض الديوان هو يعين. تابعت هذا الأمر يعني الاستعجال؟ تابعناه وقاعدين ندفع في استعجال لائحة التنفيذية طبعا، لأن كانت عندنا مشكلة سابقة في اللوائح التنفيذية في هذا المجلس، ضغطنا على كثير من يعني الهيئات وهذا لتفعيل لوائح التنفيذية، والحمد لله عز وجل الآن احنا الحمد لله احنا مستمرين. نائب عادل دمخي، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل من جديد. أهلا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم عضو مجلس الأمة النائب دكتور عادل الدمخي. دكتور عادل، ما زلنا مستمرين في لجنة حقوق الإنسان والمرأة، شنو أهم القضايا والملفات اللي تعكفون يعني على دراستها أو إنجازها خلال دور انعقاد الحالي بما أنك رئيس لهذه اللجنة؟ احنا الآن يعني وضعنا بعض الأولويات، كلفنا في من قبل اللجنة التشريعية في تقارير، هذه من دول الانعقاد السابق، يعني في إعداد تقرير حول قانون المقيمين بصورة غير قانونية. قدم الأعضاء أكثر من 4 أو 5 قوانين تقريبا، مع بعض قانون بعد اللي قدمناه أخيرا مع الأخ عبد الله فهاد، هو قانون أن معاملة البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية بمعاملة السعوديين أو الخليجيين، عفوا يعني معاملة الخليجيين. هذه القوانين اللي تعرض علينا الآن في حول المقيمين بصورة غير قانونية تدرس، وهي قوانين تتعلق بالحقوق المدنية لهذه الفئة، تعريفها الصحيح والحقوق المدنية لهذه الفئة الموجودة في البلد وتمثل جزء مهم من دولة الكويت. يعني إذا قلنا العدد وصل إلى 100 يعني ألف، هذا عدد كبير وقد يضاعف في السنوات القادمة. عندنا كذلك احنا نتلقى الشكاوى سواء من طريق الإيميل، احنا عملنا إيميل للجنة. نعم. نتلقى من خلال الشكاوى، وكذلك نتلقى الشكاوى الشخصية. نعم. من يتعرض لمظلمة نتلقى مثل هذه الشكاوى. دخل معنا الآن المرأة والأسرة في نفس اللجنة. صار الآن عندنا نقاش حول العنف ضد المرأة وبعض القوانين اللي تعين على هذا العنف، يعني أو تحمي مثل هذا العنف. يجب أن نقف ضد مثل هذه القوانين. تعلق يعني في طفل أسرة تتكلم كذلك في بعض الأمور اللي تتعلق في الأطفال وما يعانون من عنف وتنمر ضدهم في المدارس. نتكلم عن الأخصائيين الاجتماعيين ودورهم داخل المدرسة كذلك. هذه أمور. هذا في عندنا كذلك الزيارات اللي تقوم فيها اللجنة. اللجنة تتميز بأنها تنظر في حالة حقوق الإنسان في الكويت كذلك. فنحن نقوم بزيارات، زيارة السجون، زيارة دور الرعاية، زيارة هذه الدور اللي تتعلق بإيواء العمالة، زيارة لبعض أماكن العمالة اللي قد تتعرض لظلم وسوء معاملة.
في يعني قضايا احنا تدري حقوق انسان دائما تتعلق في الفئات المستضعفه في هذا الله يكتب لكم في المجتمع، النساء، الاطفال، العمال، يعني الناس اللي عندها يعني عوائق في حياتها قد يعني تعيقها وقد تتعرض للظلم بسبب مثل هذه العوائق، فهذا دورنا يعني العام في لجنة حقوق الإنسان. نعم أبو عبد الرحمن، أنا يعني في أكثر من ملاحظة بالنسبة لإجابتك قبل قليل. أول شيء بالنسبة للإيميل ورقم الهاتف، إحنا سبق وأن أعلننا في برنامج جفض اللجان، صحيح. في تفاعل من قبل يعني الحالات يعني اللي تكون في لجنة مسؤولة يرسل لنا، وإحنا كنا في اتصال خاصة من يعني المقيمين بصورة غير قانونية، كان عندنا اتصال مباشر مع الجهاز المركزي في هذه الشكاوى، وفي يعني حلول لها أحيانا إذا كان في رد على الشكوى يردون علينا ونناقشهم في هذه الردود، فالحمد لله عز وجل مفعل الإيميل. الحمد لله. وأيضا ملاحظة ثانية بالنسبة اللي تفضلت وقلت أن بعض القوانين تكون يعني تعين على العنف وغيره، اللجنة يحق لها تعدل بعض القوانين وترفقها أو ترفعها لمجلس الأمة أو ترفعها لجنة تشريعية؟ إيه، اللجنة كحالها من حال يعني غيرها من اللجان، يعني ما تدخل في اختصاص لجنة ثانية بهذه الجزئية؟ لا لا، احنا ننظر في يعني المشكلة كأعضاء، مو يعني اللجنة، احنا أعضاء شفنا والله هذا يحتاج إلى تعديل فنعمل تعديل على القانون كأعضاء في هذه اللجنة ونبعثه وينظر يعني ينظر فيه من الجهة المختصة بعد ذلك. نعم، لجنة التحقيق بالأمطار، أنت رئيس أيضا لهذه اللجنة الدكتور عادل الدمخي، ما شاء الله اجتماعاتكم يعني بشكل يومي في هذه اللجنة، توصلتوا لشيء معين يعني وصلتكم بعض المعلومات بالنسبة، هي اللجنة طبعا سرية لكن احنا الإطار العام بشكل عام شنو صار في اللجنة؟ يعني لجنة تحقيق الأمطار فعلا هي فترتها شهرين، ولما تدخل في التحقيق تجد ان هذا يتصل في جهات كثيرة في الدولة، يعني احنا تقريبا الحين 11 اجتماع، معدل الاجتماعات بين 3 ساعات 4 ساعات. 11 اجتماع يعني 33 ساعة 44 ساعة بهالمعدل، بين يعني يا 3 ساعات يوميا يعني اقل شيء، ما اعتقد يمكن اكثر، احنا وصلنا 4 ساعات احيانا، يعني احنا ندخل كل يوم الساعة 12، في احيان كثيرة نخرج المغرب يعني. الله يعطيكم العافية. يعني هذه الاجتماعات طبعا لانها تتصل بجهات كثيره، وزاره الاشغال، وزاره الاسكان، العمل الاسكان، عندنا التربيه فيها مدارس، الاوقاف فيها يعني المساجد، عندنا مثلا جهاز المناقصات وتاهيل المقاولين، عندنا بعض مثلا مكاتب الهندسيه، بعض المقاولين، تسمع وجهه النظر الأخرى طرفين. انت ك يعني لجنة التحقيق عندنا يعني استضفنا لجنة الدفاع المدني مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كذلك عندهم الإطفاء وعندهم هذا، عندنا يعني جهات مثل ديوان المحاسبة دائما معنا، وجمعية المهندسين دائما معنا، استعنا بجهات فنية كذلك حتى يكون هناك فعلا حوار وإعداد أسئلة قبل ما تأتي الجهة، نعد لها أسئلة ونوجه لها هذه الأسئلة، وبعد ذلك هذه الأسئلة تتوجه خطيا ونريد منهم الإجابة الخطية مع تزويدنا بكل المستندات في هذا الجانب، دعينا الوزراء القدامى للأشغال، الوزارة القدامى أيضا إيه كذلك دعيناهم، وخاصة مثل بعد تدري أثار الأمطار مثل تطاير الحصى وغيره، فتنظر فيه. طلبنا جهات التحقيق الأخرى مثل لجان التحقيق اللي حدثت في المجلس السابق والمجلس الحالي وتطاير الحصى، وكذلك نفق المنقف مثال، طلبنا التقارير اللي رفعت لمجلس الوزراء وتحقيقات مجلس الوزراء واللجنة اللي يعني شكلت في مجلس الوزراء، كل هذه يعني تطلبها. احنا اتجهنا في تقريرنا او في تحقيقنا ليس فقط لتحميل المسؤوليات، انما اتجهنا اتجاهين،
الاتجاه الأول هو عن المسؤولية وكذا، والاتجاه الثاني هو الحلول حتى لا تتكرر الكارثة. فهذا مهم أظن، يعني أنت لما تضع تقرير أنك تضع ما هي التوصيات للحلول حتى تأخذ فيها الجهات وين المشكلات. يعني لما أنت تنظر كحادثة الأمطار، تجد أن المشكلة كبيرة يعني على مستوى البلد، يعني بالضبط. تجد أن لا يوجد تنسيق بين الجهات، لا يوجد تفعيل للقوانين، تجد تأخر في مثل إبداء الآراء سواء في الجهات الرقابية أو في الجهات الحكومية. هذه المسؤوليات أحيانا يعني تتعلق في إدارة الحكومة نفسها والجهات المختلفة بينها. نعم. هذه كلها الحقيقة قاعد نتناولها في تحقيقاتنا. آثار الحدث وتقييم الحدث بعد ما صار، يعني صارت جهود وكلنا رأينا الجهود، لكن هذه الجهود هل حصل لها تقييم؟ وما يعني هذا التقييم إلى وين يعني وصلت فيه النتائج؟ هذا كذلك دورنا احنا في اللجنة نتابع كل هذا حتى يخرج تقرير، مو فقط تقرير رقابي، تقرير رقابي معالجة، وتقرير كذلك تشريعي في معالجة. طيب الفترة اللي يعني الفترة لانتهاء اللجنة، فترة انتهاء العمل اللجنة، طبعا تذكرتني بعد في أمر مهم جدا اللي هو لما قلت لي فترة اللجنة. احنا كذلك كلفنا ديوان المحاسبة معنا في، والحمد لله وافقوا المجلس في رسالتنا اللي قدمناها في الجلسة السابقة اللي كانت في أول 12. الحمد لله عز وجل وافقوا على تكليف ديوان محاسبة في تحقيق في الجوانب المالية والإدارية والفنية بما يتعلق في مشكلات صباح الأحمد، نفق المنقف وفهين. هذه يعني الحقيقة كنا نحتاج فيها إلى تقرير فني، يعني مع استعانتنا الفنية بالمهندسين دكاترة الجامعة وديوان المحاسبة، كذلك احنا يعني كلفنا ديوان محاسبة حتى فعلا يعني يكون هناك تقرير فني ودقيق. يعني نعم. الفترة كم المحددة بالنسبة لعمل لجنة؟ عمل لجنة شهرين. شهرين كافية بالنسبة لكم؟ احنا بالنسبة لنا نتوقع ان شاء الله كافية، لكن ديوان محاسبة طلب شهرين، يعني من بعد اللجنة تقريبا قرابة 4 أسابيع، فأكيد هذه شوي راح تأخر اللجنة. نعم. وفي تعاون من الجهات اللي استدعيتوها، الجهات الحكومية؟ الحمد لله في تعاون من الجهات، في تعاون يحضر يعني أغلب الجهات، حضر الوزير ويعني والوكلاء المختصين، في يعني نشوف هذا التعاون و اعطاء اللجنة اهميتها. يعني احنا نرفض اي عدم تعاون طبعا، وهذا راح الامر هذا يكون فيه تصعيد يعني، لكن نعم. الحمد لله عز وجل الموضوع في تعاون تام. ابو عبد الرحمن، انت رئيس لجنة حقوق الانسان والمرأة وكذلك رئيس لجنة التحقيق بالامطار، في موضوع يعني بسيط الا وهو يعني وردت بعض الشكاوى وغيره بالنسبه للتعويضات، يعني هناك منازل تحت عهده الاسكان بالنسبه لتعويضهم تضررت من الامطار وهي تحت عهده الاسكان، تكون مثلا في مناطق في البيوت الشعبيه وغيره، هل هذه تشملها تعويضات وغيرها؟ هل تستطيعون انكم يعني تبدون راي في هذا الموضوع؟ والله كل لجنه حقوق الانسان والمرأة احنا ما جتنا شكاوى لجنه حقوق الانسان الحقيقه في الموضوع هذا، ولا كذلك في لجنة الأمطار، يعني تحقيق في حادثة الأمطار ما تعرضنا لمسألة التعويضات. يعني نعم. تعويضاتنا راها حق للمواطنين، بادرت الحكومة عملت لجنة وضعت لها ضوابط لهذه اللجنة، ممكن قد يأتي وقت نسأل في يعني حول هذه التعويضات وطريقة عملها، لأن احنا نتعلم كلامنا حتى على الأضرار اللي نشأت على بسبب الأمطار من تكليف اللجنة. قد نستدعيهم إذا شفنا هناك فعلا يعني عدم وجود ضوابط. الآن مجلس الوزراء في اجتماع سابق
سرع في عملية التعويض. نعم. هذا جيد الآن يعني في العملية يعني أنه يسرع في عملية التعويض. الأهم من كل هذا كما قلت لك هو أن كيف نتلافى مثل هذه الحوادث. الأهم منه فهل نحن فعلا في حاجة الآن إلى جهاز للأزمات والكوارث يتنبأ بهذا؟ اليوم الكويت مو بس كارثة أمطار، اليوم الكويت احنا تدري قبل أسبوعين ثلاثة مسألة الزلزال وهذا. نعم. مسألة اليوم جنبنا يعني مفاعل نووي، هذا كذلك قد يكون خطر. ما ذكرت لك عن المعلومات الرقمية والإلكترونية وضياعها بأي سبب من الأسباب. لما يكون عندك جهاز يتنبأ بهذه الكوارث ويضع الحلول لهذه الكوارث. نعم. ولا ننتظر وقت وقوع الكارثة. نحتاج فعلا يعني إلى قياديين على مستوى المسؤولية عندهم قرارات حاسمة، وعندهم يعني قياديين فعلا ما يكون على هو القيادي تمشي الأمور، إنما على بناء على القوانين المعمول فيها في الدولة يكون هذا القيادي. فمثل هذه الأمور هذه هنا يعني أقول إحنا فعلا إذا وجدنا الأكفاء القائد الكفء والقوانين اللازمة مع الأجهزة اللي نحتاجها، أنا أعتقد مثل هذه الكوارث لن تتكرر. نائب عادل دمخي شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام إلى هنا أصل معكم إلى ختام حلقة برنامج جبل اللجال لهذا الأسبوع، وإلى أن ألتقيكم بمشيئة الله في حلقات جديدة. استودعكم وطبتم في أمان الله.